اخر فيلد محتاجينه هو الفيلد الخاص بالديسكريبشن، وده هيكون عباره عن تكست اريا، لان احنا هنكتب جواه كلام كتير. احنا لو تفتكروا مدين له ماكسيمم لينث، مدين له 2000 كاركتر، فبالتالي ده مش هيكون تكست فيلد عادي، هيكون تكست اريا اكبر من الانبوت العادي بتاعنا. طيب تعال نرجع تاني على الفيو اللي هو الكرييت فيو بتاعنا، ناخد مثلا ده ونقول له ده فور الكاتيجوري، اسف فور الديسكريبشن، وهنا برضو ديسكريبشن، وهنا ديسكريبشن، لكن بدل تكست بوكس 4 هنخليها تكست اريا 4. تعال نرفرش، تمام جدا كده، مظبوط، ما فيش اي مشاكل. اخر حاجه فضلنا هي ان احنا نضيف بوتون، نعمل منه سبميت للفورم بتاعتنا. تعال نضيف البوتون، موضوع بسيط جدا، هقول له بوتون وهكتب جواه سيف، التايب بتاع البوتون دوت هيكون سبميت، والكلاسز اللي هياخدها هي الكلاسز بتاعت البوتستراب بوتون وبوتون داش برايمري. تمام جدا كده البوتون بتاعنا بقى موجود. هتلاحظ دلوقتي لو عملنا سيف مفيش اي فاليديشن في الكلاينت سايد هتحصل. لو عملنا سيف كده حاول يروح فعلا يعمل سيف، راح فعلا للاكشن اللي اسمه سيف، راح يدور عليه فعلا وما لقاهوش، لكن كل الفيلدز بتاعتنا اللي كانت ريكوايرد هو عدى الفاليديشنز اصلا، ما عملش عليها فاليديشن. المفروض كان يعمل فاليديشن هنا ويقول لنا لا انا مش هروح اعمل بوست على السيرفر الا لما تملى الداتا بتاعتك كلها، او الا لما تكون كل الداتا بتاعتك مظبوطه. طيب هو ليه ما عملش حاجه زي كده؟ ما عملهاش لان انا اصلا ما حطيتش الجي كويري فاليديشن فايل بتاعي، ما قلتلوش هنا استخدمه. الجي كويري فاليديشن ما بيكونش موجود جوه اللاي اوت باي ديفولت، فبالتالي حضرتك محتاج تضيفه في الفورمز او في الفيوز اللي هي جواها فورمز، وانت محتاج تعمل عليها فاليديشن. طب اضيفه ازاي؟ الموضوع بسيط جدا، هاجي في اخر الفيو واقول له اد سيكشن سكريبت وهقول له اد سكريبت. طبعا لاحظ ان كلمه سكريبت هنا وفوق هنا كانت مكتوبه بالباسكال كيس، اول حرف يعني كان مكتوب منها كابيتال، يبقى سكريبتس دوت ريندر، وهديلها الباث بتاع البندل اللي احنا هنستخدمها هنا اللي هو موجود في البندل كونفيج اللي هو الجي كويري فال، فهديله نفس الاسم اللي هو موجود هنا ده، هديه له هنا اهوت. وتعالى بس ان احنا نعمل ريفرش، جرب بقى المره دي تعمل سيف، كل الفاليديشنز بتاعتنا ظهرت، كل الفيلدز بتاعتنا ريكوايرد زي ما احنا عملناها بالظبط، والفاليديشن بتاعتنا كده بقت شغاله. لكن لو احنا ملينا الداتا دلوقتي وحاولنا نعمل بوست على السيرفر، طبعا مش هيعمل بوست لان احنا ما كريتناش الاكشن الخاص بالسيف، فخلينا نكريته في الفيديو اللي جاي.